السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خاوتنا واخواتاتنا، الهضرة تاع اليوم تاعي على بالي راح تزعف ناس بزاف، ولكن الحق احنا ما نسكتوش عليه. اخواتنا الله يرحم والديكم شارح ساري، وين باغي تدونا؟ وين باغي توصلونا بهذا العوج هذا؟ يرحم باباكم، كيفها وحدة راحت لديك ستار اكاديمي هذيك، غنات فم وراك صدتو، جايين مستقبلينها الالاف الالاف يستقبلوا فيها بالصقر، ولو غير غنات الغنى تاعها ولا غنات الغنى الجزائري قال ما قال معليش الغنى حتى مش تاعها، والشي اللي صار ما نهضروش عليه، وتزيد تغني بلبسه فوق الركبه. شا دخل اللبسه فوق الركبه في الغنى؟ الله يرحم والديكم. وانا والله ماني ضد هذه السهيلات، والله ماني ضدها. الحاجه اللي راني ضدها الطريقه تاع الاستقبال، الالاف يستقبلوا فيها واش من صقر واش من، وتقول لك انا صرفت الجزائر وصرفت الشعب الجزائري. انت راك تصرف في الجزائر، انت الجزائر كبيره عليك، الشعب الجزائري كبير عليك، مغنيه لو كان غير عالمه ولا 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 تاع فنانه كبيره زعما، ولا اخترعت حاجه كبيره قال ما قال معليش. هرم الدكاتره رايحين وجايين في المطار ما كانش كاع اللي يديها فيهم، وانت يا رحتي وخليتي جوج غنيات وردحتي جوج رد حد قال نصرف في الجزائر، او الجزائر هذه سخرت حتى ما تصرف فيها انت. ول الله يرحم باباكم، والحاجه اللي تهب لك من راسك تقوديك تقوديك صلاه الاستسقاء، بعض الجوامع فيهم جوج صفوفه ثلاث صفوفه، والالاف يستقبلوا المغنيه هذه. هذوك نقول لهم نصلوا صلاه الاستسقاء في المطار وخلاص ونقرعوا لها حنفر يا حوج، هو العوج كاع حاول. والحاجه اللي تهب لك مغنيه قال لك تمثل الجزائر وسط الاكاديمي، وسط الاكاديمي هذه على بالكم باللي يهودي اسرائيلي هو الاول اللي دارها، انصرها في الامريكان ومن بعد راحوا لاوروبا ومن بعد جابوها لبنان، بان فهموا مليح. هذه استقبلوها الالاف وبالتلفام هي الصلاه مسكينه اللي حفظت القران وجابت المرتبه الاولى، صابت غير مهبرك في المطار تقرعها، هذه جابت المرتبه الاولى في القران الكريم غير مهبرك اللي قرعت لها. او هذه ما تمثلش الجزائر؟ هذه ما تمثلش المرأة الجزائرية؟ هنا على شيطان يا جماعة، هو ذي العوج وين؟ وزيد العوج الزاوج الشيء اللي رانا نشوفه فيه، أنه الناس الله يرحم باباك قال لك نحتفلوا بعيد الميلود. أسيدي معليش نحتفلوا بعيد الميلود، بصح باه راهم يحتفلوها المحرقة ما. ها والناس راهي ترقد 300,000 طخ 400,000 طخ، هكذا يحتفلوا بعيد الميلود؟ هكذا يحتفلوا سيدنا رسول الله نحتفلوا به هكا؟ هكذا نحتفلوا به ياه؟ وتعلموا في ولادكم غير طخ طخ طخ، وين رايحين للطبخ؟ وين 10 سنين ما كفاتكم جول وتحوسوا كاع طرتكم؟ هم على الشيطان، هو هذه 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 صرنا ما على بالكمش بلي حرام خانشوش حلوف؟ اي والله الله حرام. ايه الرسول صلى الله عليه وسلم نحتفلوا به، نصلوا ونصدقوا ونديروا الدروس، ماشي نديروا الطخ طخ، هذا ما تعرفوا 300,000. وحنا نقولوا للحكومه لا تديروا التقشف، ايش سمعتوا راكم تقولوا رانا ملاح؟ انا طردكم في السوارده، اه طردك السوارده او الدينار ولا رخيص الدرجه ما طردكم. هو هون على الشيطان، هو ذي 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 خدمه هذه، هذه خدمه العقال هذه. والله يا خاوتنا على الشيطان الله يهدينا. احنا المولد النبوي نحتفلوا فيه بالدروس والتذكيره ماشي بالطاح. البلاد هذه كبيره والله، لا كبيره كبيره يا خاوتي، ورايحين ترجعوا لنا كيما هكا، والله لا رايحين ترجعوا لنا كيما هكا. انا على الشيطان اخي، انا على الشيطان ولا روح واخ، يا روح واخ روح واخ.